بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم، كلامك المطهر على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وارزقنا التفكر والتدبر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفضل من الله ونعمة أنهينا بالأمس الكلام على المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، والتي لا يضره إن جهل غيرها، لأنه ليس ثمة غيرها في كتاب الله. في بعض كتب التجويد يذكرون ألقابا لبعض المدود، فرقوا بين الأنواع والألقاب. الأنواع معناها أشياء مختلفة، أما الألقاب هي لقب يطلق على المد، يعني مثلا بيقول لك مد الفرق أو مد التمكين، هذه ليست من أنواع المدود، هي وصف لأحد المدود التسعة. أي مد تسمعونه من هذه الأسماء فما هو إلا لقب لأحد المدود التسعة التي مرت معنا بالأمس وليست نوعا منه. والمدود التسعة التي تكلمنا عنها بالأمس هي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، ومد الصلة بنوعيها، والمد المنفصل، والمد المتصل، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. وبينا تعريفاتها، وتدربنا على أنواعها، وتكلمنا على الحروف المقطعة بما لم يدع يعني أي لبس أو غموض بإذن الله تبارك وتعالى، وبينا وحدة قياس المدود وأنها الحركة، وبينا ما هي الحركة. اليوم نتكلم على أمر يتعلق بالمدود ولم يتعرض له إمامنا الجزري رحمه الله في المنظومة المقدمة، ولكن يجب على طالب القرآن وخاصة المتخصص أن يعلم هذا المبحث. وخلاصة هذا المبحث أنه قد ينطبق على حرف المد الواحد أكثر من تعريف. قد في بعض الحالات يكون عندي حرف مد، وإذا بهذا الحرف ينطبق عليه تعريف المد الفلاني والمد الفلاني، وهذا المد له كذا حركة وهذا المد له كذا حركة، فماذا أفعل؟ هل أطبق هذا أم أطبق هذا؟ يعني ماذا أفعل في هذا الموقف؟ لعل المثال يوضح القاعدة. لما نقول مثلا من السماء ونقف، هذه الألف من السماء أليست مدا متصلا؟ أليست حرف مد بعده همزة في الكلمة نفسها؟ إذن متصل، والمتصل كما مر معنا بالأمس نمده إما أربع حركات أو خمس حركات، لكن تأملوها تجدون بأنها حرف مد وهي الألف، وبعدها حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، فانطبق على هذه الألف أيضا تعريف مين؟ العارض للسكون. ومر معنا بأن العارض للسكون يمد كم حركة؟ إما حركتين أو أربعة أو ستة، صار عندي العارض حركتين أو أربعة أو ستة، والمتصل أربعة أو خمسة، فماذا أفعل؟ هذا معنى قاعدة أقوى السببين، هذا الذي سنبحثه اليوم. الموضوع شوي دقيق، إذا بتركزوا معي هيك بنحاول نبسطه بقدر ما نستطيع. الله يسلمكم. قلنا بالأمس إن المد اللازم أجمع قراء النقلة على مده، ولم يقصره ولم يروي أحد منهم قصره، وأجمعوا على إيه؟ على مقداره، وأنه ست حركات. من هذا الباب، لأنه نحن الآن البحث اللي بدنا نبحثه ما قلنا فيه نوعين، بدنا
نعمل هذا ونهمل هذا، أحدهما إعمال والثاني إهمال. بدي قاعدة أمشي عليها حتى أستطيع أن أفعل ذلك. فلذلك نظر العلماء في هذه المدود، قالوا المد اللازم أجمع النقلة على مده وأجمعوا على إيه؟ على مقداره. قالوا هذا أقوى المدود، فإن تعارض اللازم مع أي مد قدم اللازم وأهمل غيره للإجماع على مده وعلى مقداره. طيب المد المتصل قلت لكم بالأمس لم يقصره أحد من القراء، ما في ناقل عن رسول الله بأبي وأمي روى لنا المتصل حركتين أبدا، وإنما إيه؟ لابد أن تطلع قليل عن مين؟ عن المد الطبيعي. فاتفقوا على مده، لكن ما اتفقوا على المقدار. ناس رووا المتصل أربعة، ناس رووا خمسة، في ناس رووا ثلاثة كمان، بس ما بدنا نوجع لكم راسكم يعني خارج الشاطبية، في ناس رووا ثلاث حركات وأربعة وخمسة وفي ناس ستة، لكن ما حدا قصروا. إذن المتصل أجمع على تطويله عن الطبيعي، لكن اختلفوا في إيه؟ في مقداره. قالوا إذن المتصل بيجي درجة ثانية بعد مين؟ بعد الله يسلمك، بعد اللازم. صار عندي اللازم أعلى شيء، أقل منه المتصل. عرفنا العلة؟ طيب قلنا منذ قليل الله يسلمكم إن العدد السكون يمد حركتين أو أربعة أو ستة، هذا ما نقوله لأبنائنا سلمهم الله وسلمكم أجمعين. العدد السكون حركتين أو أربعة أو ستة. طيب ما علة هذا؟ ما علته؟ ما تفسيره؟ ما فلسفته؟ طبعا القراءة مبنية على إيش؟ على الرواية، لكن أليس لهذه الرواية تعليل؟ لما نقول العدد السكون حركتين تعملون نستعين، أليس هذا مثل الوصل؟ أنا لو وصلت هذه الكلمة سوف أمد حرف المد هذا كم حركة؟ حركتين. معناها أنا الحرف الساكن اللي جاء تبع تعملون هذا السكون تبع لون وكأنه غير موجود، لم أعتد به نهائيا، فعاملته في الوقف معاملته وين؟ في الوصل. الذين مدوا العارض للسكون ست حركات قالوا تعملون لون، حرف مد بعده حرف ساكن، قالوا أليس هذا مثل اللازم؟ مثل اللازم، اللازم حرف مد وبعده إيه؟ حرف ساكن. الفرق بينهما أن ذاك سكونه أصلي وهذا سكونه إيه؟ عارض، فنحمل هذا على ذاك ونمده بمقداره. كل هذا كلام نظري فلسفها، قلت لكم الأساس شو؟ الرواية، لكن هذا بسموه تعليل المروي. تعليل المروي، المروي من رسول الله وعلى العين والرأس، تعليل المروي من اجتهاد العلماء. فنحن الآن نتكلم في تعليل المروي. قالوا العرض السكون لفظه كلفظ اللازم، هذا حرف مد وبعده حرف ساكن وهذا حرف مد وبعده ساكن، أما كون السكون هون أصلي وعارض هذا بحث ثاني. فنحن نعامل العارض معاملة مين؟ اللازم. بدو كم حركة؟ ستة، بحمله على اللازم، بحمله على اللازم. وفي قسم ثالث قالوا يعني لا نستطيع أن نسوي بين السكون الأصلي والسكون العارض، وبنفس الوقت لا نستطيع أن ننكر أثر السكون العارض كما فعل أهل القصر. انتبهتوا؟ يعني لا نقصر مثل ما فعل أهل القصر وكأن السكون العارض غير موجود، ولا نحن كمان شو بنعمل؟ بنمد العارض ست حركات وكأنه إيه؟ مد لازم. فمدوا كم حركة؟ أربع حركات. إذا اعتدوا بالسكون العارض ولكن اعتداد جزئي بنسميه، اللي مدوه ستة اعتدوا بالسكون العارض اعتداد كلي وحملوه على اللازم، اللي مدوا العارض أربعة اعتدوا بالسكون العارض اعتداد شو؟ جزئي. لما كان العارض يمد حملا على اللازم راحوا العلماء حطوه بعد المتصل، عرفتوا؟ قالوا اللازم اجمع على مده ومقداره،
بعد المتصل أجمع على مده واختلف في مقداره، بعد العارض لأنه محمول على مين؟ على اللازم. طيب المد المنفصل يا أيها، هذا روية طبعا شو سمينا؟ قلنا اسمه مد جائز، تتذكروا؟ وجائز إذا أتى منفصلة. شو معنى مد جائز؟ ذكرنا وقلنا بأن الجائز معناه بعض النقلة رووه حركتين، يعني كأنه الهمزة غير موجودة، يا أيها كأنه جاي أي حرف آخر غير الهمزة، فمدوا الألف يا حركتين، ولم يعتدوا بمجيء الهمزة بعد حرف المد باعتبار أنهما مفصولين في كلمتين. إذن أهل قصر المنفصل هل يعتدون بمجيء الهمزة بعد حرف المد؟ لا يعتدون. الذين مدوا المنفصل كالمتصل حملوا المنفصل على مين؟ على المتصل، قالوا المتصل جاء حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة يا أيها، اللفظ واحد جاء يا أيها، هنا حرف مد بعده همزة بالنطق يعني باللفظ، وهنا حرف مد بعده همزة، فحملوا المنفصل على مين؟ على المتصل ومدوه مثله. انتبهنا كيف؟ وفي قوم كمان مدوا المنفصل لكن أقل من المتصل، مثل ما عملوا وين؟ بالعارض السكون. إذن المنفصل من قصره لم يعتد أبدا بمجيء الهمزة بعد حرف المد، من مده كالمتصل حمل المنفصل على المتصل حملا إيش كليا، من مده طلع أكثر من حركتين لكن ما وصلوا لمرتبة المتصل، إيه مثلا مد المنفصل 4 والمتصل 6، شايفين؟ فهذا لم ينكر أثر الهمزة ولم يعاملها معاملة المتصل، عطاء درجة أقل، سموه الاعتداد الجزئي. طب هنا تشبه تماما موضوع العارض السكون. إذن اللي مدوا المنفصل مدوا تشبيها بمين؟ بالمتصل، لما كان اللازم أعلى شيء بعدين المتصل، نحن جبنا بعد المتصل العارض لأنه بيشبه مين؟ اللازم، حطوا تحت العارض راحوا حطوا مين؟ المنفصل. عم تدركوا؟ بقي عنا مد درويش صغير على قول إخواننا المصريين، اللي هو مد البدل، هذا أيام يعني بيجتمع مع سبب تاني على حرف المد. البدل تعرفوا أنتم مد إيش؟ حالة من حالات الطبيعي، البدل كله همزين ممدود، هذا تعريف البدل، كله همزة ممدود، مقداره كم حركة، فجعلوا آخر واحد، جعلوا إيش؟ لأنه ما هو إلا حالة من حالات الطبيعي. فعلى هذا المبدأ قال العلماء إذا تعارض لديك يا أيها القارئ مدان على حرف مد واحد، انطبق تعريفان على حرف مد واحد، فأعمل الأقوى وأهمل الأضعف، أعمل الأقوى وأهمل الأضعف. مين أقوى شيء؟ بعدين متصل، بعدين مين؟ العارض لأنه شبهه بمين؟ بعدين مين؟ لأنه شبهه بمين؟ بالمتصل. وأضعف شيء البدل. هذه خلاصة قاعدة أخوة السبب. انظروا إلى اللوحة، إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة، هذا الاحتمال الثاني، أعملا معا. سيأتي تفصيل هذا الكلام بإذن الله. قال أستاذي وشيخي الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله وأطال في عمره وشفاه، أقوى المدود لازم، انظروا إلى اللوحة، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل. أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل. ثم قال وسببا مد إذا ما وجدا، يا
يعني على حرف مد واحد، فإن أقوى السببين انفردا، فإن أقوى السببين انفردا. هذا الكلام المجمل الذي شرحته لكم، سندخل الآن إلى تفصيلاته.